هللويا على صوت العود، غني وغنوني قلت اللي خبيه بقلبك ونسيني يا زهر الأراضي فتح هالميل وهالميل غبلك شي غيبي يا لي وانسانا يا لي. الله شكرا لك. نحن بدنا نرجع نرحب فيكم، يعني كفاح المصري وهشام الاعور اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم. انا اليوم رح اكيد نقول انه للمشاهدين رح تتابعوا معنا، بس كنت بدي بس خبرهم انه انت مكفى معنا من هلا لغايه يعني اخر عالم الصباح ان شاء الله، رح نضل نستغلكم ونسمع هالاغاني الحلوه. خلينا نتوقف مع بريك وبنرجع بنكفي. تابعي معكم بعالمنا الصباح اليوم بأول أيام عيد الفطر السعيد، وكفاح وهشام بعدهم موجودين معنا بالستوديو. كفاح بدنا نتعرف أكثر عليه، سمعنا صوته بالأول، صوت الحلو، ومن بعدها كمان حبينا اليوم نخبر المشاهدين أنه كفاح كمان يحمل شهادات عالية كمان بالغناء، فخبرنا شوي بين العزف وبين الغناء، يعني قديش فعلا أنت متعمق بالطرب. أول شيء صباح الخير لك ولجميع المشاهدين، بدنا نعيدك ونعيد اللبنانيين جميعا والمسلمين خصوصا بعيد الفطر، ان شاء الله بتكون عيد مبارك على عليك ان شاء الله. صراحه بموضوع الموسيقى انا عملت ماجستير بالموسيقى بالجامعه الانطونيه بالموسيقى وعلوم الموسيقى، وبالاضافه لدبلوم غنى شرقي وعود بالكونسرفاتوار، وهشام كمان عمل دبلوم بالطبله 6 سنين درس، يعني عملناها هوايه ودرسناها انه كمهنه لنا يعني واحترفناها. قد ايه صار لك هلا محترفه؟ صار لي تقريبا 10 سنين. اها 10 سنين. شو كان عمرك 3 سنين يعني؟ يعني لا بس 16 17. ومعه اليوم كمان هشام طبله بلاكسي كمان ما بنشوفها هي دائما. ايه جديده هيدي الطبله. ما هيك؟ شو بيفرق صوتها يعني عن هشام؟ لو بروفايل ما كثير حابب يعبر، راح مسلمك هو الدفه. ايه الدفه، شوف مسلمك الدفه بالحكي وهو اخذ الدفه بالطبله. هيدي الطبله اول شيء الفورم لها مميز، يعني بتعطي شكل مثل الازاز او شيء شفاف يعني. بعدين الضم بالطبله لانه في ضم وفي تاك، الضم فيها انا بحسه اجمل. هلا بسمعيها وبتشوفي. عندها رنه ثانيه. فيها رنه مميزه انا بحبها كثير. شو بدنا نسمع؟ شو بدنا نسمع؟ بدنا نسمع موال على البالي عصفورة النهرين. اوكي. وغنية من بعدها. اوكي. على البال على البال على البالي عصفورة النهرين يا ملوني ويا مكحاني لعيني عالبال. صار لي عهالمفرق 3 ايام ما كنت استهدي عبيتك وين يا عصفور رأيك. صار لي 3 ايام وما كنت اعرف نام، حفرة خيال الشمس على المفرق ورف الاحساسي اللي جت فرق وما كنت استهدي
تهدي عبيتك وين لبحارة الفوقة ولبحارة التحتة ولا على عين تخمين بيتك صار ريف العين يا عصفورة النهرين طلح بابنا طلوا السماء بين ربوعنا حلوا لحنة سهرات الوادي بالفيات غنينا وعلى المية تتلاقينا وعلى أغصاننا حلوا ينسانا الطير الشادي نحن حكايات ببالوا منا نغمات ونحن حكايات شغالين. أنا بدي فاجئ المشاهدين اليوم لأنه ضل يلح علي كفاح اليوم يقول لي بدك عمل كفاح لحتى أغني أكيد. سو رح فاجئ المشاهدين بالألبوم تبعي اللي رح ينزل أول صوم. الربيع ورح فاجئ الجمهور الحبيب. هي المنتج تبعي رح تكون المشجعين لإلي إيه هي أبرز المشجعين. بدك نغني هلا؟ يلا بنغني هلا نغني نحن والمشاهدين بس مش رح اغني مش رح اعمل مطربه مش رح اعمل مطربه بعدين ما تنقص هلا على العيد بس هيدي عيديه صغيره بطلع انا قبلك يلا بطلع قبلك يلا ها لولا المنام ولولا المنام لا فردنا حي على الهوى زي اليمامة لولا المنام لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى ثانك يو شكرا كثير كفاح وهشام كافيين معنا كمان انتم مش رح نخليكم تفلوا رح نرجع ننتقل لعند جاكلين لحتى نشوف الاشخاص اللي عندهم احلام حابين يحققوها رح نشوف الوقت لانه الوقت عم يركض كثير غيدت قديش فينا بعد ناخذ اتصالات من المشاهدين لحتى تقدر كمان جاكلين تعطينا الاجابات وتفسر لنا كل هالاحلام اللي الناس ناطرتها واكيد بهالوقت بنذكر انه كل شخص بيقدر يحصل كمان على كتابك اللي بعده موجود بالاسواق مثل ما بيقولوا تايم بس يعني ما في له وقت مش انه بتخلص 2012 او 2013 بيخلص وقت الكتاب لا الكتاب دائما موجود بيقدروا يحصلوا عليه وياخذوا كل التفسيرات من هيك بقول انا هديه رفيق العمر وهديه واحلى هديه بكل مناسبه لانه من جيل لجيل بيبقى هيدا مثل ما قلتي حضرتك مش انه خلص السنه خلص لا بيبقى فيهم سنة الجاي بعد يطلبوه وياخذوه طبعا اكاديميا
تهتم بتوزيعه وفيهم يتصلوا فيهم كمان وين ما كانوا وبيحصلوا عليه. اكيد رح ناخذ اتصالات المشاهدين كل يلي حابين يتصلوا فينا. طبعا نحن بدنا نعيدهم اول شيء، نرجع لكل يلي عم بيتابعونا اليوم عبر عالم الصباح. عندنا كثير من المفاجآت رح نخبرهم عنها بعد شوي، بس انا بدي اقول لهم يستغلوا الموضوع او يستغلوا الدقائق يلي بعدها اكثر اللي عملنا اياها كمان كفاح من قبل. بنعيد الجميع، بينعاد على الجميع، بينعاد عليك. شكرا لك، تفضل. شبكني معاكي سمرة يا سمرة حلوة يا سمرة يا سمرة يا سمرة سمرة يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى سحر الحاجب ده بيتعاجب عالحلوين سمرة يا حلوة لحن يا غنوة أحلى رنين سحر الحاجب ده بيتعاجب عالحلوين شفت وبقيت من نار يا سمرة شفايفك حمرا يا سمرا يا سمرا يا حلوة يا سمرا يا